نرحب بحضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونروح للبطوله العربيه للانديه، وفريق الزمالك ودع منافسات البطوله بعد ما تعادل مع النصر السعودي بنتيجه 1-1 في المباراه اللي جمعتهم على ملعب مدينه الملك فهد في الجوله الثالثه لمباريات المجموعه الثالثه للبطوله. بالنتيجه دي الزمالك جه في المركز الثالث في المجموعه برصيد 4 نقط خلف النصر السعودي صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقط والشباب السعودي المتصدر برصيد 7 نقط. البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي اكد انه سعيد بالتعادل مع فريق الزمالك وتحقيق التاهل لدور الثمانيه في البطوله العربيه. كمان قال انه لم يتفاجأ بمستوى فريق الزمالك لانه يعلم جيدا انه فريق قوي جماعيا وبيمتلك لاعبين جيدين ابرزهم شيكابالا وزيزو، وهما لاعبين متميزين للغايه وبيهددوا المنافس بقوه وبيسببوا له توتر وازعاج ولاي فريق تاني. كمان اكد محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك ان فريقه قدم مباراه كبيره للغايه امام فريق بيضم كوكبه من النجوم وهو فريق النصر السعودي، واتكلم عن القيمه التسويقيه للنصر اللي اكبر من الزمالك لكنهم لعبوا باسم الزمالك وتاريخه الكبير، واكد انه هيمنوا على يعني او هيبتدوا يبنوا على ما قدموه من البطوله العربيه من اجل مستقبل افضل. فريق الشباب السعودي فاز على اتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وده ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة العربية للأندية. بالنتيجة دي تصدر الشباب المجموعة الثالثة ب7 نقط بينما ودع الاتحاد المنستيري البطولة ب0 نقاط. كمان اتعادل فريق شباب بلوزداد الجزائري مع الكويت الكويتي إيجابيا بنتيجة 1-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب نادي دمك ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من البطولة. بالنتيجة دي ودع الفريقين البطولة العربية ورصيد كل فريق منهم نقطة واحدة من 3 مباريات. الرجاء المغربي فاز على الوحدة الإماراتي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة في البطولة العربية. وبالنتيجة دي الرجاء المغربي حسم صدارة المجموعة برصيد 9 نقط والوحدة الإماراتي في المركز الثاني ب6 نقط. منتخب المغرب للسيدات حققوا فوز مهم على المنتخب الكولومبي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للسيدات. بالنتيجة دي تأهل نجمات المغرب للدور 16 في المركز الثاني برصيد 6 نقط. فريق ريال مدريد الإسباني خسر للمرة الثانية على التوالي في مبارياته الودية أمام يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 3-1 في المباراة اللي أقيمت امبارح ضمن الجولة التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.